How are you today, my students? Please open your workbook at page number 54, grammar. About future passive. راح نطبق تمارين على القاعدة في الحصة السابقة اللي كانت تتحدث عن مبني المجهول لزمن المستقبل. تذكر كنا نضع will be plus verb 3. إذن will be plus verb 3 مع التصريف الثالث للفعل. Let's read the exercise number 1. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the future passive. We have some of words here. Let's read them. Bring, solve, wear, use, put on, invite. كلمات كلهم بسيطين. Bring بمعنى يحضر أو يوصل. Solve يحل. Wear يرتدي. Use يستخدم. Put on هين هون بمعنى يقيم أو يضع. هون رح تيجي بمعنى يقيم. Invite معناها يدعو. هلأ number one رح نشوف كيف الحل. The fashion show will be, واتفقنا على will be لأنها عم تتحدث عن حدث سوف يحدث. Will be put on in the school hall. سوف يقام عرض الأزياء في مساحة المدرسة. Number two, the stage in the hall will be used for the show. The stage اللي هو المسرح أو المنبر أو المنصة سوف في الساحة سوف يستخدم للعرض. Number three, the clothes will be brought to school by Mrs. Berry. سوف تحضر الملابس عن طريق Mrs. Berry. Number four, the clothes will be worn by the pupils in P6. Okay, number five. The children, families, will be invited to the show. عائلات الأطفال سوف يدعون إلى العرض. Number six, all the problems will be solved. كل المشاكل سوف تحل. Number two, طبعا بس قبل ما نبلش بنمبر two, هلأ دائما بأي زمن إحنا منبلش فيه, بأي tense باللغة الإنجليزية منبلش بالأول. B, affirmative هون اللي هم الجمل المثبتة. بعدين نروح على interrogative, كيف من نكون سؤال سواء كان yes or no question, أسئلة نعم ولا, أو إذا كان الأسئلة WH question اللي هم الأسئلة ببلشوا بكلمات السؤال اللي هم when, what, why, which, where, who, so on. Okay, فرح يكون هون عندنا هلأ تكوين أسئلة ب exercise number 2 عن طريق هدول النوعين من الأسئلة اللي هم WH question and yes or no question. خلينا نشوف number 1. خلينا نقرأ السؤال بالأول. Make questions, use the future passive. Make question زي ما حكيت لكم بدنا نكون سؤال. هلأ عنا كلمات مخربطين وإحنا بدنا نكون السؤال باستخدام future passive اللي هو المبني للمجهول للمستقبل, وراح نضيف الكلمات اللي لازم ينضافوا عشان يكون السؤال كامل. أوكي, خلينا نشوف number one. We have when, the house, and build. وهان we have question mark. رح يكون السؤال كالتالي. When, دائما طبعا كلمة السؤال رح نحطها بالأول إذا كانت موجودة. بعدين الفعل المساعد هون عندنا will. The house, النون, be built, الverb اللي هو الverb 3. بعدين بنحط لـ question mark. هيك السؤال بيكون كامل يا سادس. Number 2, it finish soon. كيف الحل؟ Will it be finished soon? Will it be finished soon. هلا ما في عندنا هون كلمة سؤال معناته الجواب رح يكون yes or no question. فما بما انه الاسئلة ال yes or no question فاكيد رح تبلش بالفعل المساعد, وهون الفعل المساعد عندنا اللي هو will. احنا عم نتحدث عن المستقبل. بالعادي بيكون في عندنا was, where, did, do, does. هاي الافعال المساعدة اللي استخدمناها كثير في
كل تنسز السابقة. هون أنا بدي أركز على will it be, will it, it هون اللي هي الضمير محل الفاعل أو الاسم، بعدين أكيد راح نحط be، بعدين الverb 3 وسون اللي هي complement أو تكملة الجملة، and question mark السؤال هو عبارة عن will it be finished soon، هل سوف تنتهي قريبا. خلينا نشوف number 3. Where the sheep take، أين أخذت أين أخذ الخروف. Where will the sheep be taken، راح أرجع أفسر لكم كيف إحنا عملنا هيك. هلا كلمة السؤال أكيد راح تنحط بالأول، بعدين الفعل المساعد will إحنا لحالنا بدنا نحطه لأنهم هم بالأول حكونا أصلا بدنا نستخدم future passive. كيف الترتيب السؤال راح يكون where will the sheep، إنه بدنا نحط الناون، بعدين أكيد راح نحط be، بعدين taken، taken اللي هو verb 3. أوكي كمان هلا كل ما حلينا تمرين راح يكون أسهل عليكم. 4. They sell at the market، معناته هذا yes or no question، ما في عندنا هون كلمة سؤال اللي هم what where و so on اللي تعرفوهم. راح استخدم will. Will they be sold at the market، حطينا will بالأول، الناون اللي هو الضمير محل الفاعل، be لازم نحط be بعد بعد الاسم، sold اللي هو الverb 3، بعدين at the market اللي هو تكملة السؤال الموجودة أصلا فوق. Number 5. How the ship safe، كيف كانت أو كيف ظلت السفينة بأمان. هلأ how معناها كيف، أوكي أكيد راح نحطها بالأول، بعدين بدنا نحط will the ship اللي هي الاسم. لاحظوا لاحظوا هون كيف الحل. هلأ أوكي الاسم الناون اللي هي the ship، ما استعملنا ضمير هون، حطينا اسمها نفسه be saved. واضح الصورة، صار سهل صح. طيب number 6. It break by the waves، أكيد WH question. Will it be broken by the waves؟ That's it. هلا ركزوا لي على question number 3. هلا بدنا نبلش بشو؟ بدنا نبلش بالنيجاتيف. نيجاتيف شو يعني نيجاتيف؟ يعني نفي. يعني انا هلا بدي ابلش بالنيجاتيف. خلصنا affirmative الجمل المثبته، خلصنا interrogative تكوين السؤال، وهلا رح نيجي على النيجاتيف. النيجاتيف كثير سهل، بس احنا بدنا نضع النفي، والنفي اللي هو باستخدام not. أكيد not ما رح تيجي إلا رح يكون قبلها الفعل المساعد. شو في عنا هون فعل مساعد اللي هو الموديل will بمعنى سوف. كثير سهل وبسيط. هلأ رح أفرجيكم كيف الحل. خلينا نشوف number one. The car will be mended. The car will be mended. أنا بدي أنفي إنه السيارة راح تتصلح. بدي أنفي، بدي أحكي إن هي ما راح تتصلح. أوكي فراح أضع الجواب كالتالي. أوكي الجواب راح يكون كالتالي. The car will not be mended. Okay. The car. Sorry, لازم يكون في هون M. Okay. Mended. And the full stop. هلا هاي حل السؤال الأول. Okay. راح نضعها بهذا الشكل. طيب خلينا نشوف number two.
Number two, the play. حاولوا تتبعوا عندكم على الكتاب إذا الخط صار صغير شوي مش مبين واضح الصفحة عندي. The play will be performed next week. المسرحية سوف تقام أو تمثل الأسبوع القادم. The play will not be performed. Okay. This is number two. The play will not be performed. Okay, نكملها next week. Sorry. Next week. Okay. Make it done. The play will not be performed next week. إذا not بتيجي بعد will على طول. خلينا نشوف number three. Number three هي حلها كالتالي. The children. Children will not be given presents. هلا أنا إيش عملت هون بالجملة؟ أنا فقط ضفت not بعد will بينها وبين be. Just this. ما غيرت فيها شيء، فقط إني وضعت not، ونط هي يعني أفت بالغرض وغيرت معنى الجملة للنفي العكس. Okay. This is number three. And you have to write number four and five and six as a homework. Okay. Number four and five and six. Just goodbye.